سي فريمون فريسترون بالنسبه لي انا. انت قلت لي صحيح ما زاد فرصه باش ميداليه ذهبيه ميداليه برونزيه، لكن كان ينجم يكون في النهائي. دونك للاسف معناتها ما تعرف احنا في الاخر مع العرب ومع الفرق العربيه نتمنىهم ديما يتوجوا، خاصه المنتخب المغربي كيما كان متواجد في كاس العالم في اخر مباراه وشرف العرب الكل، كان كيما كانش بعيد باش يكون في نهائي. السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم وقناه نيوز الخبر. اصدقائي في هذا الفيديو غادي تشوفوا اول تعليق من الاعلام التونسي على خساره المنتخب المغربي امام منتخب اسبانيا. قالوا على انه جاتهم مفاجاه ان المنتخب المغربي خسر، يعني ان المنتخب المغربي متجهش بهاد اللاعبين، ولكن شنو هو المشكل اللي خلى المغرب يخسر مع اسبانيا؟ ما طولش عليكم خوتي الاعزاء، خليكم تفرجوا في هذا الفيديو، خليوا على ديالكم في التعليق لايك والبارطاج ونطلعوا في الخبر الفيديو. فساد كرة القدم والمنتخب المغربي تقريبا ينسج على منوال مونديال قطر 2022، اليوم 2024 في الأولمبياد يوصل إلى نصف النهائي، ينهزم أمام المنتخب الإسباني هدفين مقابل هدف. ما نعرفش وسيم نصورك تفرجت في المباراة، المنتخب المغربي خاصة مع تدعيم المنتخب هذا أو تطعيمه بسفيان الرحيمي كيف أشرف حكيمي يوصل لنصف النهائي ومازال قدامه ميدالية برونزية نجم يلعب عليها في المباراة الترتيبية. والله شو نقول لك، انا واحد من الناس نقول ديسيبسيون، لانه منتخب المغربي كان فايز هدف لصفر، يتعادل المنتخب الاسباني ثم يقبل هدف ثاني معناتها في الخمس دقائق، صحيح الخمس دقائق الاخيره من المباراه. صحيح وجود اشرف حكيمي ولا سفيان رحيمي اللي سجل ضربه الجزاء الهدف الاول، ما منعش اللي انا نقول، وكذلك زيد عبد الرحيم عبد الصمد الزلزولي اللي قام مباراه كبيره، ما منعش هذا. انا نقول زوز اهداف اللي قبلها من المنتخب المغربي كانوا معناها خطا فردي من زكريا الاوحدي اللاعب رقم 11 من نفس المكان، كل مره النقطه نتاع اول الكره الاولى كان ينجم معناتها يديجاج لابال خليها ملاعب الفريق الاسباني، دونك خذا الكره وسجل الهدف فيرمان لوبيز. الكره الهدف الثاني زاد معناتها كيف ما ثماش هكا الكوفرتير نتاع الاكسيال، هو ما رجعش ما صارش عندي دوبلومون ديفونسيف اون ابيل سا باش يرجع يغطي على بلاصتو. سي فريمون فريسترون بالنسبه لي انا. انت قلت لي صحيح ما زاد فرصه باش ميداليه ذهبيه ميداليه برونزيه، لكن كان ينجم يكون في النهائي. دونك للاسف معناتها ما تعرف احنا في الاخر مع العرب ومع الفرق العربيه نتمنىهم ديما يتوجوا، خاصه المنتخب المغربي كيما كان متواجد في كاس العالم في اخر مباراه وشرف العرب الكل، كان كيما كانش بعيد باش يكون في نهائي الاولمبياد. منتخب وللاعبين والكادر الفني وكذلك لاخونا ماجد ولانفسنا بصراحه، لان احنا هم تعبنا الحزن والألم، كنا نمني النفس أنه المغرب تحقق الميدالية الذهبية وهي جديرة بذلك وكانت تستحق ذلك بما قدمته من مستويات على المستوى اللعب الجماعي وكذلك المهارات الفردية اللي يمكن متعت الجماهير الرياضية في بقاء العالم كله، وبالتالي يحسب ألف حساب لهذا المنتخب الراقي اللي نوات المنتخب الأول وسيمثل المغرب خير تمثيل في كأس العالم القادم إذا إن شاء الله توفق ويكون ضمن الفرق اللي تلعب في كأس العالم. صح اليوم المنتخب المغربي واجه منتخب ليس بقليل، المنتخب الإسباني يملك عناصر جيدة عندها الإمكانية اللي تغير النتيجة يعني، وبالتالي أليكس وكذلك بعض اللاعبين اللي حاولوا ومحاولاتهم فعلا أثمرت بالتسجيل، يعني أكثر من كرة سدد أليكس قبل تسجيل الهدف. وحتى يمكن اليوم المنتخب المغربي قد يكون الجهد العالي اللي قدمه بالمباريات السابقة بين واضع على بعض اللاعبين اللي هم مفاتيح كنا نراهن عليها بالفوز، وكان نوع يعني بسيط بالتراجع بالمستويات، لكن هذه كرة القدم، من يستغل الفرص بالتالي هو من يحسم المباراة. الهدف الثاني للمنتخب الإسباني اجى بغفلة صراحة بعدم التركيز من خط الدفاع، خط دفاعي وعدم التمركز الحقيقي. المنتخب الإسباني يمكن حتى أخوي أبو صقر كان يمي قلت له لو يضيف ربع ساعة هم يسجل المنتخب المغربي بسبب التمركز الدفاعي القوي للمنتخب الإسباني، التركيز العالي، عدم
فسح المجال لأي لاعب من اللاعبين الموهوبين العناصر اللي كانوا يشكلون خطر كبير. نقول هذه كرة القدم وإن شاء الله خيرها بغيرها إن شاء الله. بصقر المستوى الفني اليوم للمغرب حدثت أخطاء، حدثت هفوات، خصوصا بموضوع الهدف الثاني، تمركز غير صحيح للمدافعين، خطأ خلي أقول خطأ ساذج حقيقة كلف المنتخب المغربي الخسارة. ما نقول خطأ ساذج، أول شيء خلنا أقول هاردك حق أخوي كابتن ماجد، بارك الله. كلنا كنا نشاهد مباراة وكأن هذا منتخبنا الوطني كان عراقي أو الكويتي، وأقول هاردك للأشقاء في المغرب العربي بكافة أفريقيا، وأقول إنه اليوم إحنا استمتعنا في مباراة، ويمكن في بعض الأحيان وإحنا نشاهد المباراة كنا نسبق الحدث والرأي. أنا وياك وكابتن علي وكابتن سعد رياض دكتور رياض كنا، وشيء اللي كنا نقوله وحسين، الفريق المغربي لعب مباراة جميلة بالشوط الأول، لعب مباراة جميلة وتكتيك ثابت إلى حد ما. لما سجل الهدف الفريق بدأ يتراجع، بدأ يتراجع للأسف. وأنا قلت حق كابتن ماجي، قلت هذا التراجع مخيف، وأول شيء قلت له قلت سيسجل هدف المنتخب الإسباني، وبالفعل المنتخب الإسباني سجل هدف. تدرون توقعاته خطيرة مخيفة طبعا. سجل هدف لأنه كان عنده انضباط داخل الملعب، وحتى كان هو مهزوم كان هناك انضباط تكتيكي في الملعب. المغرب لا تهزم يا والله للأسف شديد. قول خسران متخلف إيه، بس لكن المغرب لا تهزم. لا إن شاء الله ما يخسرون بعد، إحنا نتمنى لهم التوفيق طبعا، أكيد هذا يمثلنا بالأخير. فلذلك أقول كان الأجدى من الفريق المغربي أنه بالفعل إيقاع الدفاع لماله كان مفكك، وكان يعتمد على الكرات الفردية، فكان كل واحد يعتمد على نفسه عكس الفريق الإسباني تماما، تكتيك والصبر في نقل الكرة، وهم الأسلوب اللي لعب فيه المنتخب الإسباني مع كل الفرق اللعب، واستطاع أن الفريق يفوز يمكن حتى لآخر دقيقة من الشوط الثاني. لذلك أنا أقول المنتخب المغربي كان الشوط الثاني كان مفكك كثيرا، وتراجعه إلى الدفاع هو ساعد الفريق الإسباني أنه ينسق داخل الملعب ويعمل الكنترول على أداء في الملعب. أبو أمير هاردك كابتن ماجد حبيبي يعطيك العافيه. بالنسبه لنا انا اقول مو خساره المنتخب المغربي، اعتقد كسبوا منتخب على مستوى عالي، ان شاء الله بالسنوات القادمه راح يكون المنتخب المغربي من المنتخبات ايضا المرشحه لنهائيات كاس العالم. كل اللاعبين ادوا، احنا يوز الباحه حلوا الاخوان، كان يعني الخط الدفاعي كان هو من يعني اضعف الخطوط، خصوصا بهفوات حتى الجولين، يعني اعتقد ما كانت تصير على المنتخب المغربي، خصوصا يعني يقدر المدافع بدال ما يطخ يجوز يبعتها مباشره يصير الهدف. اشرف حكيمة اتقيد لاكو لخطه اللي وضعها المدرب طارق، يعني بين اكو عدم صعوده لان حتى ما تفرغ المنطقه. اعتقد منتخب الاسباني منتخب جيد، يعني ما يستهان به، لاعبين على امكانيات عاليه، لاعبين ادوا بصوره صحيحه. يعني المغرب المباراة 90 دقيقة هم وصلوا، حتى وراء الهدف الثاني المغرب ضيع فرصتين أو ثلاثة تقريب، يعني كانت تجي بها أهداف. بس الحمد لله والشكر، نقول إن شاء الله التوفيق لكم إن شاء الله بالبطولات القادمة، وكل لاعبين وجمهور ومدرب، واعتقد كسبتوا الله شاء كسبتوا منتخب جيد. بارك الله كابتن حمزه. اصدقائي وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، خليوا ارائكم، تعليق، لايك وبارتاج، وخوتي الاعزاء نلقاو فيديو جديد وموضوع جديد، والسلام عليكم.